السلام عليكم أعزائي أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير. اليوم عندنا حل لمشكلة برنامج سينما فوردي. المشكلة صارت وياي وحبيت أشارك لكم وياها حلها. بعد ما نصبتها وكملت وفعلته، جيت لما أدخل على البرنامج أشغله تطلع لي هذه الرسالة ويقول لي هذا الملف ما موجود أو missing، يا أما تعيد تنصيب البرنامج. فأني لقيت حل أنه أكو ملف ححطه بالدسكريبشن، هذا الملف مجرد ما تنصبه ويكمل التنصيب راح يشتغل عندكم البرنامج مباشرة وبثواني، يعني دقيقة أو دقيقتين. طبعا راح نختار الخيار الثاني اللي هو repair ونقول له next، ننتظر لحد ما يكمل التنصيب ونقول له finish. هسه نرجع البرنامج سينما 4D، نشغله دبل كليك عليه وننتظر شوية. مثل ما تشوفون البرنامج اشتغل وما بي اي مشكلة وما ظهرت لنا الرسالة. وشكرا لكم لمتابعتكم، اتمنى فيكم هذا الفيديو، ونلتقي اياكم فيديوهات قادمة، ومع السلامة.